في نفس المكان كنتوا قدرتوا تكسبوا التيم فايت وتاخدوا الورد بكل سهوله، ولكن انا شفت ان كل واحد بيجري في حته لوحده، ده كان سبب خساره التيم فايت وقلب موازين المباراه ان هي تتقلب ناحيه الاوكامي. بالضبط، وخطا قاتل ممكن يستغله فريق الاوكامي ابشع استغلاله، هذا اللي صار واستغلوا كل الاخطاء اللي ممكن سببها فريق الدفيشس بطريقه انتهت بانتصار فريق الاوكامي. هذه المره راح نشهد الجوله الثانيه، الفيرست بيك راح تكون مع فريق الدفيشس، السكند مع الاوكامي. لويي راح تكون على البان، وكنا نعرف قوه لويي والانتقالات الموجوده عندها، مثل ده كذلك بالموبيلتي الموجود والشيلد وكذلك الهيلينج. البان الثاني راح يكون مع فريق الدفيشس. بصراحه بالنسبه لي فريق الاوكامي لازم انهم يبندوا ناتان ويكون من نصيبهم، وبما انهم هم السكند بيك ممكن نشوف ناتان من نصيب فريق الدفيشس. مش قصدي انه روجر ما اشتغل، لكن ناتان ما لازم يكون مع فريق الخصم، لانه دفاع اسطوري، ضرر اسطوري، هجوم اسطوري، ممكن نقول عنده فرصه جدا عاليه بانه يعطي دفاع، يعطي هجوم، يعطي ضرر، يعطي كذلك موبيليتي بالالتيميت. خيار كناتان حلو، تحديدا نتمنى دروجر هسه، فلازم يقابله ناتان بشكل سريع من قبل فريق الاوكامي، لانه لو الاوكامي ما بند ناتان وكان روجر على الجولد لين او على البان، فريق الدفيشس راح ياخذوا ناتان كفيرست بيك، فريق الاوكامي ما عندهم اي رد ممكن يحاول يوقف ناتان. وحتى شفنا بالايرلي جيم يا كيوبي انه روجر عاجز عن ايقاف ناتان في الايرلي جيم، في الليت جيم ممكن نقول تحوله لذيب وهجومه بالفيرست والبيسك اتاك كان كافي لقتل ناتان، لكن ممكن ويند اوف نيتشر تنقذ ناتان، ممكن الالتيميت ينقذ ناتان، ممكن احد مهاراته واللي هي السكند مثلا تنقذ ناتان، فبالتالي ممكن يواجه مشكله تحديدا فريق الاوكامي بايقاف ناتان كخيار اول. ممكن نشوف روجر وكذلك هابت ودعوا، فشو ممكن تقول للاوكامي؟ هل يبند ناتان او انه يخليهم يختاروا لكن ياخذ خيار، وايش هو الخيار؟ كان ممكن صراحة يعوفون ناتان وهارد، ممكن يكونوا متنافسين، نعم انه نقدر نقول ناتان عنده الرينج الاعلى وما تريد تقابله، الا ان مثل ما لاحظنا هارد هو يلي تبنى تمينه، راح يكون من طرف فريق الدفيشس تركيز على الميج الجولد وكذلك الرومر من طرف فريق الدفيشس، وتطور ملحوظ جدا باللعب. يعني فريق الدفيشس صراحة ما عرفته، يعني الأوكامي يعتبر واحد من الأقوياء، أقوى الأفرقة اللي مشاركة ويانا، إلا أنه عانى أمام فريق الدفيشس. ده تحكي على مباراة 30 دقيقة تقريبا، فريق الدفيشس كمستوى صراحة أهنيه على المستوى اللي شفناه بالمعركة الأخيرة. أكو أخطاء ولكن اتعلم من أخطاء أكبر، وأكو تطور وتحسن باللعب مثل ما لاحظنا. فريق الأوكامي راح يبند أنجيلا مثل راح نشوف، والفيرست بيك راح تكون موجودة، فهل يا ترى ناتان مرة ثانية مع فريق الدفيشس؟ لأن ممكن نوفاريا عندك، البلاك دراجون، شخصيات هواي ممكن تكون ثانية موجودة، ماشا وغيرها، ولكن كناتان فيرست بيك جميل ممكن يكون مع فريق الدفيشس. كناتان بالفعل حلو، لكن لا ننسى كذلك فريدرين باراتس، واحد من الشباب اللي ممكن يكون موجود ضد ناتان ويقدر يستحمل الضرر اللي ممكن يسببه ناتان، او ممكن انه يجيبه ككل. لكن مع غياب روجر ما بعرف شو افضل خيار ممكن يكون، لكن راح يروحوا مع باراتس فريق الدفيشس، وممكن نشوف ناتان من قبل الاوكامي، تحديدا سيجي بوي المتواجد بالجولد لين عند فريق الاوكامي. ممكن نشوف انه ناتان وفريدرين او ناتان والبلاك دراجون هم افضل خيارين بالنسبه لفريق الاوكامي. كاكس بي لين البلاك دراجون راح يقدم اداء ممتاز، وكجولد لين ناتان غني عن التعريف، وبالنسبه للجنجل فريدرين كذلك نفس المباراه السابقه، بس هالمره راح يكون باراتس مع ذا ميجس، وراح يكون فريدرين مع فريق الاوكامي. هي القرار عند مدرب فريق الاوكامي، وهل راح يروح مع نفس ما انا حكيت، واحد من هاي الثلاث شخصيات راح يظهر وهو البلاك دراجون، والشخصيه الثانيه ناتان، وبالفعل راح يروح مع هاي الخيارات. ممكن سامعني هو ترى انا مدرب فريق الاوكامي، يعني شفنا انه الخيارين والثالث فريدرين راح يكون على الاغلب 90% فريدرين، لكن ذا ميجس بشو ممكن يواجه فريق الاوكامي مع وجود ناتان؟ مثل ما شفنا البلاك دراجون راح يكون موجود، يعني دا تحكي على الفاسم، يعني دا تحكي على الهجوم، يعني دا تحكي على سينزي كواحد من اقوى الاكس بي لينرز الموجودين ويانا بالدوري. اختيارات جميله عند فريق الدفيشس، كلاود وكذلك فيكسانا، نقدر نقول كضرر سحري جميل،
بالنسبة لكلاود إذا راحوا فريدرين راح يكون عنده ضرر لا بأس بي أمامه. ممكن نقول فريدرين باشا هواي اختيارات ممكن تنافس، إلا أنه فيكسانا وجودها كضرر وك خلينا نقول كراود كنترول راح يأثر بشكل عالي على فريق الأوكامي، فلهذا ممكن يختارون ميج أو فريدرين راح يكون موجود لبلاك دراجون وجوده والكفر اللي ممكن يقدمه راح يخليهم يتراجعون. فرصة حلوة كذلك أن البلاك دراجون يهجم على فيكسانا إذا ما كان عنده فليكر أو تنقية، خلينا نقول هذا الشيء ممكن يساعد، وبالفعل ميج حتى يواجه شخصية مثل شخصية فيكسانا في هذه اللحظات، وفالنتينا راح تكون من طرف فريق الأوكامي. بصراحة كفالنتينا ممكن بالفعل انها تواجه فيكسانا، بل انها تستخدم الالتيميت الخاص بفيكسانا نفسها، وكذلك التانك ممكن يواجه مشكلة بينهم يختاروا تانك عنده ألتيميت ممكن يفيد فالنتينا، فممكن نشوف إنه فالنتينا كانت خيار ممتاز بالنسبة للأوكامي. فيوري راح يكون مستخدمها، ففيوري ممكن يكون عليه اعتماد كبير في هالمباراة. أوكامي راح يكون عنده البان، ممكن تعرف بتوقع يكون في تايجريال في هالمباراة، تايجريال أو أطلس. صراحة أطلس مع ضعفه تقريبا بتلقي الضرب ممكن ان نستصعب نشوفه، لكن بتوقع انه في تايجريال اما مع فريق الذافيتشس واما مع فريق الاوكامي، بس ممكن اذا كان مع الذافيتشس راح يستفيدوا من فالنتينا بينها مع فريق الاوكامي وانهم راح يقدروا يخطفوا التيميت تايجريال، وفي حال كان مع فريق الاوكامي ففريق الذافيتشس ما راح يكون عنده شخصيه تسرق التيميت تايجريال، فعلى الطرفين راح يكون الخسران هو فريق الاوكامي تحديدا فيك فالنتينا. هي مش ميج فقط لتسبيب الضرر السحري، بل إنها الألت تبعها وسرقة الألت تبعها هي أحد المهارات اللي ممكن تكون من أفضل المهارات الموجودة كألتيميتس بموبايل ليجند. بان على لابو لابو، من ثم راح ننتقل لصالح فريق الفيجيس. اختيار وتركيز من قبل فريق الأوكامي على الإكس بي لين، ما يريدون شخصية ممكن تسبب مشاكل بالنسبة لسينزي، ممكن نقول حتى ياخذ راحته أكثر أثناء التيم فايتات، كلير الويف اللي ممكن يسويه. بالمقابل اكو هواي اختيارات عند فريق ذا فيشيس، من ضمنها كريزلا، بناديتا، شخصيات ممكن تدخل بشكل جميل، والرومر الحدث مظاهر عند فريق ذا فيشيس. فاكو سيناريوين اثنين ممكن نقول، نقدر نقول انه راح يروحون رومر نوعا ما سبورت اكثر مما هو تانكي، فبالتالي صعب انه يروحون اكس بي لينر دمج، او ممكن نقول اكس بي لينر حيكون دمج. بالمقابل انت راح تضحي بالسبورت اللي ممكن يساعد بارتس، وحتاخذ شخصيه تكون تانكي تقدر تحمي كلاود وكذلك فيكسانا. اكو هواي استراتيجيات وخطط ممكن يمشي عليها فريق ذا فيشيس، ولكن هذا الشيء راح يعتمد على المدرب. وصراحه بعد ما شفنا الجوله السابقه شفنا الاداء القوي من المدرب والاختيارات اللي قدرت بالفعل تساعد فريق ذا فيشيس. يعني احنا من بدايه الجوله قلنا انه فريق ذا فيشيس كاختيارات جدا ممتاز، اسلوب اللعب هو اللي راح يحدد منه اللي راح يكون منتصر، ومثل ما شفنا فريق الاوكامي هو اللي قدر يتفوق. كأوكامي تفوق صحيح، لكن في صعوبة كبيرة وصعوبة بالغة بثلاثين دقيقة لحتى قدر يدمر قاعدة فريق ذا فيجيس. فممكن نشوف حاليا البانات على ماشا ولابو لابو بالنسبة لفريق الأوكامي، ذا فيجيس على مارتس وكذلك تايجريال راح يودعنا في الوقت الحالي. حاليا نشوف البيك، وهي فرصة وأفضلية السكند بيك يا كيوبي، زي ما ذكرنا لأكثر من مرة إنه أنت بيكون عندك أفضلية بيكين متتاليات، ممكن نحكي البيك الثالث من ثم بان ومن ثم البيك الرابع، فممكن تكون أنت اللي بتختار بعد البيك أو بعد البان وقبل البان. فهاي فرصة حلوة لفريق الأوكامي إنه يبند شخصيات معينة ويختار شخصيات مختلفة وشخصيات غيرها. راح نشوف البيك الرابع بالنسبة لزيكي بوي، هاي راح يروحوا مع الرومر، وبالفعل راح يكون لك رايس كريم موجود باستخدامه لجروك، من ثم البيك اللي موجود عند فريق الدافيجز بحس داكو وتشافي إخواني فيه، ولا أنا بتهيأ بحسهم مش مع بعض ولا صراحة ممكن ما متأكد هاني من موضوع الأسامي، ولكن خلينا نشوف الاختيارات الأخيرة عند فريق الدافيشيس، شنو ممكن يختار كرومر وشنو كإكس بي لين. كتبونا بالتعليقات يا الشعب، هل تتوقعون راح يروح لرومر دامج أو عفوا سبورت ممكن نقول أو تانكي بالنسبة للإكس بي؟ هل راح يكون دامج أم سيمي أم تانكي بشكل بحت مثل يورانوس وغيره؟ خواي اختيارات مثل بالنسبة لفريق الدافيشيس من ناحية الموبيليتي، من ناحية المساعدة، من ناحية تحمل الضرر، عدة راح تكون هي اختيارهم كرومر. خلينا نشوف الإكس بي لين الموجود عند فريق لو بارتس، هو الإكس بي لين ممكن نقول وموجود ويانا. ويل شلون راح معقولة بارتس راح يتم استخدامه كإكس بي؟ أوكي حلو ممكن هي الفينجنز، بس ما أعرف هل نولان يعني راح يكون جينجلر بشكل جميل بالنسبة للفريق؟ ما أعرف، راحوا اثنيناتهم تانكية وخلوا
الجينجلر هو الدمج. صراحة اختيار صادم نقدر نقول بالنسبة لفريق الدفيجنس، ولكن أويلي أويلي أويلي. وأخيرا يا الشعب، وأخيرا أعزائي المشاهدين، اثنين جينجلرز دمج مع موبيلتي مع سرعة حركة مع ضرر متفجر. خلينا نشوف شنو راح يصير في الجو الثانية. هل هو فريق الأوكامي اللي راح يقدر ينتصر بطريقة 2-0 وتكون انتصار نظيف، أم دافيشس ممكن يرجع؟ الليلة عيد، الليلة عيد عند الكيوبي، هيشوف التين جنجل أساساً قدام بعض. الليلة عيد النهار أخيراً يا صدر. ولكن لكن نذكر سادة المشاهدين سريعاً إن هيتم اختيار 10 أعضاء أو 10 محظوظين بألف جوهرة لكل واحد من الكومنتات، عن طريق إن أنت يعني تستنتج نهاية المباراة تبقى 2-0 ولا 2-1، والمين تقدر تستفادها ويكون فيه 10 محظوظين كل واحد هيكون فائز بألف جوهرة، وده بداية من النهاردة. ولكن نرجع للدرافت مع دلوقتي. عايز أقول لكم أنا مبسوط من تحسن درافت بتاع ذا فيشس. أول حاجة إن المباراة اللي فاتت 30 دقيقة دي تقريباً أو أول أو أطول مباراة لذا فيشس على مدار البطولة حتى الآن. يعني كل مباراة كانت بتبقى سريعة 15-15 دقيقة، لكن يقف قدام الأوكامي فريق كبير ذو خبرة كبيرة يقف قدامه 30 دقيقة، فدي حاجة قوية جدا وتطور في مستوى ذا فيشس. خسر مش مشكلة، لكن هو اكتسب خبرة من مواجهة البطولة الـ NBA دي للبطولات اللي جاية. يعني انت مش شرط انك تكسب، بس لازم تتعلم من اخطائك، لازم تتعلم من اللي انت بتعمله. واكيد المباراة اللي فاتت دي تعلم منها كتير، لانه هو كان كسبان وغلط كم غلطة هي كان السبب في قلب موازين المباراة. فانا اكيد ذا فيشس هيستفاد ويتعلم من ده. اما اختيار بقى لينج ونولان والشباب، هم تقريبا قالوا عكسوا نولان علشان قدام نتان، فما ينفعش ان انت تختار تانكي تاني قدام نتان، كده كده نتان هيكسب. تمام، ولكن اختيار نولان ولينج كيوبي، انا حاسس ان انا من مكاني كده وانتم بتتعلقوا، انا بقى حاطط رجلي على رجلي بتمزج وقاعد انبسط باللي هيحصل في المباراه. خلينا نشوف يا لاسو يا عبود شنو ممكن يصير بالجولة الثانية بين فريق الدفيشس وفريق الأوكامي بعد جولة سابقة أتوقع هي الأطول ويانا لهذا الدوري 30 دقيقة. جولة ثانية راح تبلش، هل نفس السيناريو أم ممكن نشوف سيناريو مختلف تماما يسيطر به واحد من الفريقين وتكون النهاية السريعة؟ فريق الدفيشس اللي يريد التعادل حتى يقدر يتقدم أكثر وأكثر بعد مباراة طالت أمام خصم قوي مثل فريق الأوكامي. وكذلك بالنسبة للذئاب الإماراتية، محاولتهم بإنهاء هذه الجولة حتى تكون النتيجة 2-0 لمصلحة الفريق حتى يقدرون يضيفون 3 نقاط الرصيد. عالم الهجوم رايس كريم موجود، حذار يا رايس، فالريتري راح تكون موجودة عند جينجلر فريق الدفيشس. خلينا ننزل ونشوف شنو ممكن يصير بالنسبة لهذه النقطة. مباراة راح تكون قوية بين الفريقين. لينج راح اتوقع انه الحماس راح يكون منه في الميد جيم، يعني اتوقع المباراة راح تكون نارية على الميد جيم تحديدا بالعشر دقائق الاخيرة او البدائية من المباراة. بالنسبة للمباراة راح تكون مباراة على نار بين الفريقين، مباراة بين الفريقين يا كيوبي راح تكتب باسم الفريق الأوكامي. إذا فاز راح تكون 2-0، وفي حال الدفجز تعادل راح تكون مباراة راح تطول معانا السهرة وراح تكون بيست اوف 3 نارية بين الفريقين. بصراحة الفريقين مش من الأوائل بالترتيب، لكن رايس كريم بتلقى ضرر. فريقين مش من الأوائل بالترتيب، لكن فريقين قدموا لنا مباراة نارية و40 ثانية متبقية للترتل. فبالتالي التيم فايت الأول قوة لينج والموبيليتي وقوة الريتر اللي عند سكوفيلد راح تظهر، وتاسكا كذلك راح يكون عنده نسبة انه يضرب الريتر، والفارمينج السريع بالنسبة لتاسكا ممكن يعطي الأفضلية. يب بالفعل تاكي زي عبود ممكن يسويها وممكن يشوف الحركة المطلوبة عن طريق الألتيميت. بالمقابل لينج كذلك عندك بالألتيميت اللي نوعا ما افضل من باقي السفاحين، عنده فرصه بالاميون واستخدام للريتري، وهذا الشيء راح ينزل اتوقع بالتحديث الجاي. كذلك مع لانسلوت وشخصيات ثانيه ترتر راح تكون موجوده وغياب بالنسبه للجينجلرز. يا اخي متحمس انه اشوف اثنين جينجلرز راح يكونون موجودين كدمج بارضيه المعركه بالكيكس بلينرز. محاوله بالهجوم من قبل يوزونغ، وبالفعل الباسيف راح يتفعل الا ان بوريتو راح يقدر يتراجع بالفليكر بوقت صحيح.
صحيح اللالينج راح يكون موجود. لا 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 ستاكن موجودة، ألتيميت كذلك، محاولة ولكن بارد جدا قريب لبلاك دراجون بالدخول، وبالفعل الكير راح تكون من نصيبه متراجع من قبل أعضاء فريق الأوكامي بعد ما قدروا إنه يضمنون أول قتلة لمصلحة الفريق، ولكن الترتل الثانية راح تكون هي الهدف. هذه الترتل هي هدف بالنسبة لفريق الدفيشس حتى يحاول يرجع من الكل اللي صارت. بالمقابل فريق الأوكامي دا يحاول إنه يبقى، ألتيميت ما راح يكون موجود، والنوكاب الثنائية يا إلهي عليك، وبالفعل موجودة الريتر الصحيحة، محاولة من قبل أدث، ولكن غياب باقي أعضاء الفريق ممكن يخليهم يدفعون الثمن، ولكن دخول ولمسات أخيرة من قبل نولان لا يودع البلو باف الخاص باللينج، وراح يودع البلو باف في الوقت الحالي. لينج سكوفيلد راح يواجه مشكلة على غياب البلو باف، صحيح انه اخذ باف بالفترات الاخيرة هو وفاني، بانه ما يكون عندهم تأثير ضخم بغياب البلو باف، الا انها راح تظل مؤثر، او بالنسبة لتاسيكا راح يكون ليفل 7 مقابل ليفل 5 للينج. وبالنسبة للينج صحيح عنده كل لكن غير كافي لمجارات تاسيكا اللي كذلك عنده كل واحد، لكن ليفل 7 امام ليفل 6 وسيطرة من تاسيكا على بفات وعلى وحوش الغاب الخاصين بسكوفيلد. فبنشوف التوب لين موجود جانج تاسيكا برفقة بوريتو تاكو وكذلك كلاود تشافي بالجولد لين، ممكن يكون عليه الجانجات تحديدا انه كلاود وناتان مش افضل شخصيتين رماه في الايرلي جيم، لكن الافضلية بتكون نوعا ما بشكل بسيط لناتان بفضل الالتيميت اللي ممكن انه يستخدمه، لكن ترتل بعد 50 ثانية راح تحكم هل هي للأوكامي او لفريق الفيجيس. بداية صراحة بداية جميلة عند الاثنين، ونلاحظ انه هنا ناتان استخدم الالتيميت بشكل غريب، مع العلم انه موجود رايز كريم حتى ينطي الفيجن، الى ان مثل ما لاحظنا كان الموضوع شويه صعب بالنسبه لكلاود. ما اعرف صراحه المفروض كلاود هو اللي يتراجع وليس ناتان، كانت اكو محاوله لكلير سريعه ممكن تقول، ولكن ماكو اي روتيشن، فصراحه ما فهمت شنو سبب الالتيميت من زيجي بوي، هل كان خايف من البوشات؟ ما اعرف بالضبط شنو كانت الفكره، ولكن اللي اعرفه انه اكو تيرتل واكو فايت بين فريق ذا فيشز وفريق الاوكامي. فريق الذئاب دا يريد يرجع ويسيطر بعد تقدم بالجولد لمصلحه فريق ذا فيشز. هذه الجوله الثانيه عبود اللي دنشت بها تقدم الفريق السعودي في هذه اللحظات، ومحاولة هنا من قبل رايز انه يوقفه، بالفعل الجدار راح يكون موجود مع هذا، ده تتلقى الضرر صراحة ما توقعت، الا اللينج راح يكون قريب بعد كذلك، كراون كنترول جدا عالي ورايز راح يتبخر بعد محاولة من قبل فريق الديفيشز بالقضاء، وكانت محاولة ناجحة. لينج ممكن يحاول، لينج على الامل انه يهجم، ولكن قرر الدفاع عن التور. تيرتل راح تكون ثانية لمصلحة فريق الديفيشز، وتراجع بن ما اخي ما دا صدق الاوكامي هيك دا يتراجع وفريق الديفيشز هيك دا تقدم. عبود احس انه اكو شغله غلط، فريق الديفيشز دا يقدم مستوى صراحه ما كنت متوقعه، وهني به حاليا سينزي راح يكون موجود الوحيد جوا التور، راح يترك لهم التور وما بعد الثاني، ولكن جروك موجود، لين كذلك التيميت موجود يحاول، ولكن فريقهم بدون اي كلات الا انه نجح بالدفاع. سكوفيلد لا سكوفيلد خليك مو قلنا دافع اهدى اهدى شوي، سكوفيلد محتاج الليد جيم. تاكيزا ممكن يكون عنده أفضلية بأنه بالإيرلي جيم، لينك صراحة قوته بالإيرلي جيم راح تكون مش أفضل إشي، راح يعتمد على آيتمات، راح يعتمد على أفضلية التحرك بشكل سريع، هجوم موجود على كلاود الباسف غير كافي بالنسبة لكلاود، تاكو الأسبوع وايد هون تاكو راح يكون موجود بالتوبلين وراح يضطر يروكل، راح يخسروا توار التوبلين وتوار البوتلين كذلك. فحذاري يا فريق الديفيجز، صحيح الكلات إلكم الجولد إلكم، لكن التورات لصالح فريق الأوكامي بتقدم واضح بتورين مقابل صفر، بل ممكن نشوف تور الميد كذلك بعد تركيز من قبل فريق الأوكامي على الميد لين. تاكيزا كليفل 10 راح يتفوق على لينج بشكل واضح، كأنه ليفل 9 بأنه يأخذ الترتل أو الوحوش الغابة أو ممكن نقول اللوردات، لكن ممكن يكون هذا الحد للليفل 15، من ثم لينج راح يصير عنده الأفضلية بحكم أنه الألتيميت تبعه راح يعطيه أريحية واضحة
بانه يكبس الريتري بكل اريحيه بدون اي استنات بدون اي تدخل من فريق الخصم. هجوم ممكن يكون موجود من الميد بتنظيم من قبل فريق الدافيجز 4-3، لكن راح ينضم لبلاك دراجون سينسي اللي ممكن يكون عنده النقط المؤثر تحديدا على بوريتو. التمت كذلك موجود من سيجي بوي، كلير ويف سريع راح يقدر انه يتراجع، كان ممكن انه يشيك البوش بالالتمت، لكن هجوم حذاري البلاك حذاري موجودين ثلاث من الخطوط الخلفيه ممكن يفوت عليهم البلاك دراجون، لكن اتوقع كان في كول اوت لسينسي. تراجع يا سينسي، رعب كان موجود في البوش، لكن هجوم موجود منه كراكس كريم بخطا بالالتمت، لكن لينك ممكن يعوض الالتمت من رقبه سيجي بوي. تبخر تبخير ضرر مرعب من قبل فريق الأوكامي، راح تودع يا لوكات مي وكذلك يا بوريتو، وترتل سهلة بالنسبة للينج. فريق الأوكامي راح يقدر يرجع بالجولد، وبالفعل محاولة بالضغط أكثر، إلا أن كلاود راح يقدر يسقط واحد من تورات فريق الأوكامي الموجودين بالتوب لين. بالنسبة لفريق الأوكامي فرصة جميلة راح يتقدم بيها بالجولد، دي يعاني فريق الأوكامي وهذا الشيء نادر ما أنك تشوفه، فممكن نقول إنه فريق الديفيجز دي قدم مستوى جبار يعني لهذا اليوم. أوكامي كان ممكن يتوقع إنه يرجع بهذه السهولة، إن إلا أن الموضوع ده يكون صعب بالنسبة إليه. توقع أنه سيناريو راح يكون مشابه للفالكون والفريق كلير فيجن، إلا أن ده لاحظ فريق ذا فيجز ده يقدم مستوى جميل في أرضية المعركة. بالفعل مباراة راح تكون بين الفريقين مباراة بثلاث كلات مقابل اثنين بدون أي نوعا ما بتقدم لواحد من الفريقين، يعني ما في تقدم واضح لأحد الفرق، لكن البلاك دراجون هو اللي راح يثبت التقدم، راح يفوتوا على بوريتو 5-1 تحت التوار يا حبيبي بدون أي رحمة بدون أي شفقة. فريق الأوكامي دمر تور المدلين، بوريتو هو الهدف الثاني أو عفوا تاكو بدون الباسف ممكن يودع، وبيسك اتاك أخيرة راح تكون منك يا فالنتينا، راح يودع سيجي بوي بفضل تاكيزا. البلاك دراجون ممكن يكون عنده الدور، لكن التيمت موجود من براك، لكن الاستكات غير كافيه. براك استمرارك بالتيم فايت ضرر عالي على يوزونغ وعلى براك، 6 بي لينرز راح يضطرون يتراجعوا، راس كريم اتوقع راح يرجع له الالتيمت، فحذاري يا تيم ذا فيتشز في اي لحظه. لينج راح يجي للاغتيال، الاول ودع الثاني كان ممكن بسكندات لينج، لكن كلاود تشابه بالانتقام ممكن يكون موجود، راس كريم راح يضطر انه يتراجع، لينج هو الهدف وتاكيزا راح يكون بضربه اخيره وبريكول موجود الكل لصالح فريق ذا فيجز. مثل ما لاحظنا فريق ذا فيجز ده يقدر يقاوم وده يقدر يقدم مستوى، وفرق الجولد راح يكون المصلحة فريق الأوكامي لفترة من الفترات، فهل يا ترى راح يقدر فريق الأوكامي انه يرجع بشكل صحيح؟ خلينا نشوف شنو ممكن يصير. بالفعل المباراة راح تكون نارية، فريق الأوكامي راح يفوت بقيادة البلاك دراجون، راح يتراجع فريق ذا فيجز، وممكن اللورد من نصيب تاكيزا راح يكون بالفعل البلاك دراجون ودع، خسروا أول أعضائهم، لينك غائب تماما على التيم فايت، الثاني هو أنت يا رايس كريم، لورد وكلين لصالح فريق ذا فيجز ممكن يأثر، وحاليا البلو باف هو هدف فريق ذا فيجز. يحاول انه يضغط، ولكن تراجع فريق الأوكامي في هذه اللحظات وتقدم فريق الديفيشز بعد حصولهم لللورد ومحاولة من قبل لينك بالضغط بالبوت لين، ما اعرف اذا راح يقدر ينجح بهذا الشيء ام لا. محاولة بتدمير التورات، فريق الديفيشز دي يتقدم دي يتقرب اكثر من ابراج فريق الأوكامي الاساسية، ممكن نقول محاولة بالدفاع راح تكون موجودة، الا انه فرق الجولد راح يزداد لمصلحة فريق الديفيشز. فيجز ممكن نعتمد على لينك بالسبليت اللي ممكن يساعد، ولكن موجود نولان حتى يدافع بنفس الوقت، لورد راح يتقدم ومحاولة بالهجوم، لوكاتني موجود بمكان خطير، كذلك باقي أعضاء الفريق. هل يا ترى راح يقدر يدخل كلاود أم لا؟ محاولة بالكراود كنترول، بالفعل الضرر راح يكون موجود، نوكب وبالفعل أكو ابتلاء، ولكن ناتان موجود بالضرر، البلاك دراجون يحاول نوكب موجود وبالفليكر بالفعل راح يكون موجود الضرر، راح يكونون موجودين الاثنين ألتيمت من قبل لينك دي يحاول، إلا أنه راح نشد تراجع سريع من قبل بوريتو، نجحوا بالدفاع وبالفعل ثلاث كلات مع الحفاظ على التورات الأساسية، ثلاث كلات مقابل اثنين نجح فريق الأوكامي بالدفاع. لكن لا ننسى أنه في وجود اللورد الغير مطور يا كيوبي ما لازم تنزل فيه التورات الأساسية، وهذا إشي طبيعي، وممكن نحكي تور البوتلين راح ينزل، لكن ممكن دفاع من لينج والمينيون غير كافي لتنزيل تاور البوتلين، وممكن يساعدهم هذا التاور بشكل سريع أو بشكل مفيد. بالنسبة لسكوفيلد
ممكن يكون عنده ضرر كافي لأنه يقدم أداء حلو هسه في الوقت الحالي على كلاود وكذلك على فيكسانا. تشيك بوش من فيكسانا رايس كريم راح يكون متواجد، حذاري يا تشافي، ضرر تشافي بدأ يزيد وبدأ يصير عالي، لكن بالمقابل راح نشوف لينك راح يكون متواجد كذلك بالضرر العالي. حاليا يا كيوبي كما تعودنا في حال وجود لينك في أي مباراة راح نبدأ نشوف سبليت بوش من كل مكان، لكن لاحظ تكيزة واقف في كل مكان أمام لينك، يحاول انه بالفعل يوقف السبليت بوش، ولكن محاولة الهجوم جوا التور وبالفعل راح يقدرون يحصلون التور. فريق الاوكامي عاجز عن الدفاع، تاكيزا موجود في مكان خطير، لينج يحاول ولكن الكراود كنترول موجود، التميت من قبل بارس ولكن ما كان بالطريقه الصحيحه، فليكر للتراجع وبالفعل راح يقدر. ناتان كان موجود بضرر عالي على لوك ات مي ولكن تراجع في لحظات حاسمه، لينج راح يتقرب، لينج راح يكون موجود، نولان كذلك بضرر سريع كان ممكن يتودع فالنتينا، محاولة بالهجوم، ساكن موجودة وبيسك أتاك وألتيميت حتى يقدر يتفادى، ونعم سكوفيلد راح يكون موجود مع فريق الأوكامي بعد القضاء على تاكيزا بعد الشتداون المنتظرة. فريق الأوكامي فرصة بالنسبة له لأخذ لورد وفرصة بالنسبة للسبليت بوش، أيهما ستختار يا فريق الأوكامي؟ محاولة بالهجوم من قبل كلاود وبالفعل ناتان راح يودع من قبل الدفيشن، هجمة مرتدة نشهدها، الفريق مدى يقدر يتهنى ولو للحظات بانتصار على فريق الدفيشيس. خلال ثواني يصل الرد السريع من قبل الفريق السعودي والذئاب الإماراتية دتعاني في هذه اللحظات، فريق جولد يكاد ولا يذكر، ولكن 4-5 ماذا ستستطيع أن تفعل يا رايز؟ فريق الدفيشيس دي يحاول أنه يأخذ اللورد، وجود لينج لازم يكون ضروري، الألتميت كذلك، البلاك دراجون موجود والعدد بالمحاولة، ولكن اللورد صحيح نصيب جنجلر. فريق الأوكامي ضحية أولى الفالنتينا، لا 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 دي حاول هنا بالدفاع وبالفعل راح ينجح، كلاود كان ممكن يموت خلال لحظات، ولكن مباراة مجنونة نشهدها بين فريق الأوكامي كذلك مع فريق الدفيشيس. 14 دقيقة بين الفريقين، كل برد الفريق الثاني في بكل، ولورد راح يرد فريق الأوكامي في بلورد، وممكن نشوف نزول لتورات أساسية في الوقت الحالي تحديدا، انه اللورد مطور، اللورد راح يكون عنده ضرر عالي، 3 تورات للأوكامي و6 للدفيجس، 1 فقط لللورد وبالنسبة للفريقين، و2 ترتل للفيجس، و1 للأوكامي، وهجوم من لينج ممكن يكون موجود، حذاري يعتكس على كل هجوم الأبلة وراح يبلع لينج تحديدا وراح يودع لينج بضرر عالي، كلاود راح يكون هو الضرر الثاني، رايس كريم ولينج ودعوا، راح اللورد على الفاضي، فريق الأوكامي عنده مشكلة رهيبة بالإنهاء يا كيوبي، كل ما يكون عنده في فرصة للإنهاء فريق الأوكامي بضيعها بطريقة، يعني كل الفريق ورا، ليش جروك رايس كريم وسكوفيلد موجودين عند البلو بوف؟ بصراحة في مشاكل عند فريق الأوكامي بأسلوب وطريقة الإنهاء والتمركز لإنهاء المباراة. أبو اختفاء ومحاول من قبل هنا، ما أعرف صراحة منه اللي راح يقدر ينتصر بعد المباراة لنشهدها جميلة من قبل الطرفين، صعبة تتوقع، ولكن ناتان بالدخول وراح يدفع حياته ثمن الحركة. ماذا فعلت يا زيكي بوي؟ محاولة من قبل سينزي في هذه اللحظات، مدى أفهم شنو اللي دي يصير، فريق الأوكامي أخطاء قاتلة نشهدها في هذه اللحظات بالدقيقة 15 من عمر المباراة، محاولة بالصمود ولكن محاولة من قبل تاكو، محاولة بالضرر وبالفعل ألتميت راح يكون موجود، حركة خاطئة من قبل، مدى أفهم ليش أكو حركات غلط من قبل الطرفين، عدد بدخول غريب وما كان مدروس، كذلك ناتان أخطاء قاتلة دنشهدها من الطرفين، كل شوية تميل الكفة لمصلحة الأوكامي بعدها ترجع لمصلحة فريق الدفيجز، صراحة جيم مجنون مدى أفهم شيء. يب الأوكامي بغلط والدفيجز بنتقم، والدفيجز بغلط والأوكامي بنتقم، ف غريب انك تشوف اخطاء بكمية او بطريقة كبيرة، يعني اول خطأ كان من رايس كريم وكذلك سكوفيلد، دخولكم انتو الاثنين على 5 اولا ليش ومعكم لورد، يعني استنى اللورد حتى تهجم معه، 2 الدخلة كانت من زيكي بوي، اتوقع انها مسك ليك واتمنى انها مسك ليك او كبسة عن طريق الخطأ انه ينتقل بالالتمنت، لانه مستحيل يكون في خطأ زي هيك، الشادو تبعهم او الشادو تبع ناتان كان بنص
أعضاء فريق ذا فيجيتس، فصعب إنك تنتقل أصلاً، ما في سبب لأنك تنتقل. وكذلك إيدث بخطأ، وزيجي بوي للمرة الثالثة راح يوقع بالخطأ وراح يودع. رايس كريم حاول لكن على أي محاولة بعد ما انبلع من قبل براس، وممكن الرتلي من تكسة راح يخطف منها البلوباف منك يا لينك. تراجع من قبل أعضاء فريق الأوكامي، وزيجي بوي كأنه بتحسه تانك فريق، يعني موجود دائما بالخطوط الأمامية، مكمبر بمكان، يعني ممكن مثلدا كمبر فيه، ممكن إيدث كمبر فيه، ممكن جروك، لكن رامي موجود في البوش صراحة صعب نوعا ما. فريق ذا فيجز دي حاول حاليا أخذ اللورد، وممكن هذا الشيء يساعده بتدمير، ولكن حذاري من لين فسكوفيلد راح يكون قريب. محاولة من قبل فريق ذا فيجز بالكفر، لأنه الأوكامي جدا قريب، صعب أنه يخرجوهم، صعب أنه يطلعوهم. بارس موجود بالهجوم، لين كذلك راح يكون متوفر. كلاود ممكن يكون الهدف بالفعل، الضرر عالي من قبل كلاود. لين ممكن يودع، اضطر أنه يستخدم الألتيميت في هذه اللحظات، ولكن ريتري صحيحة، تراجع من الأوكامي بالفعل، أخذوا اللورد من بين أيادي الفريق. كفر غير موجود، لينك كان لو اتش بي، ولكن سكوفيلد ينجح بسرقة هذا اللورد. مهارات فردية كانت من لينك، واجتهاد فردي من قبل لينك، منشوفه بسرقة اللورد بتفادي الضرر بريتري. ولا أروع كانت منك يا لينك بتايمينج، ولا أروع، خطف الفوز من أيادي فريق ذا فيجز بالوقت الحالي. حذاري يا زيكي بوي، مش كل مرة راح تغلط وراح يرجع لينجو يعدل، ولا راح يرجع رايس كريم ويعدل. لازم انت تكون الكاري يا زيكي بوي بهذه اللحظات. موجود كلاود، وكلاود كذلك لا ننسى ان ضرره عالي، فيه بأربع تورات مقابل ستة اللورد من التوبلين. حذاري يا فريق ذا فيجز، ممكن تكون هذه نهاية مباريات اليوم ونهاية السلسلة الحالية بين فريق ذا فيجز وفريق الأوكامي. اللورد بالتوبلين قادم، الميد لين كذلك في خطر، لينك في مكان لمكان للسبليت بوش، وتجمع من قبل أعضاء فريق الأوكامي للهجوم مع اللورد. خلينا نشوف إذا الأوكامي راح يقدر يحقق الانتصار مع تدمير لهذه الأبراج. فهل يا ترى فريق ذا فيجز قادر على الدفاع؟ إيدث موجودة لبلاك دراغون كذلك، كونسيل موجودة من رايز كريم. دي يحاول الأوكامي أنه يهجم، إلا أن التراجع من فريق ذا فيجز، اللورد يتخرب، ضرر على الأبراج، محاول بالتدمير. أوه، وبالفعل رايز كريم موجود، ويا إلهي على الأوكامي، يا رب على الهجمة. تبخير للأول ورا الثاني والثالث ورا الرابع، الخامس هو تاكيزا ولكنه عاجز. حضور وأي حضور، كبرياء وأي كبرياء، إثبات ذات وأي إثبات ذات.